وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وما لم يأمرهم به ولا نهاهم عنه فالأصل الإباحة. هذا الحديث يدل على أن الأصل الإباحة، ما أمرتكم فاعملوا فهو واجب، وما نهيتكم فانتهوا فهو محرم. أما ما لم يتكلم منها النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمر ولا بنهي فالأصل الإباحة حتى يأتي دليل.